with you, Ms. Shema Munir. Welcome, everyone. النهاردة مكملين مع بعض Connect 2, Unit 4, Part 2. النهاردة معادنا مكملين مع بعض منهج Connect التانية ابتدائي الدرس الرابع الجزء التاني Lessons 4 and 5. Let's start with the new words. أول كلمة معايا هي مش كلمة لكنه فعل run يجري. Run. Run. Okay. كمان معايا Play tennis. Play tennis. يلعب تنس. Play tennis. Exercise. Exercise. يتدرب أو يتمرن. Exercise. Okay. Drink water. يشرب مية. Drink water. Okay. كمان معايا. Eat healthy food. يأكل طعام صحي. Eat healthy food. Watch too much TV. يشاهد التلفزيون كتير جدا. Watch too much TV. Okay. Beach. الشاطئ اللي بنروحه في الصيف. Beach. نيجي مع بعض بقى lesson 5 اللي بيتكلم عن الفونكس الصوتيات. انا عندي صوتين الجي والار والبي والال. الجي والار بنطقها جر زي grandmother. 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 لكن ال P وال L زي blue, زي black and so on. يبقى هنا عندي الفونكس, عندي G وال R, gr, وال P وال L, pull. Okay. سهلة جدا وبسيطة. ده كان الملخص بتاعنا النهاردة ل part 2, unit 4, connect 2. كان معكم الشيماء منير. Thanks for watching and see you soon. Bye.